سالي لي زامي، مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم غادي ندور اليوم وحنا اللي كنقول لكم السلام باش خاولة وجهك شي ما خاصني الكاميرا اليوم اصلي غادي نهضر انا باش لا غير هضري انا غادي نشرح سوالس اليوم كنا معولين باش غادي نصور واحد الشغل في الدار عندي ياك، وكنا كنتغداو دابا خاولة باقا كتغدى ليه حنا كنا شنو غنديرو شنو غنديرو، عمركم ما شفتو خاوله وهي معصبه؟ شفتوني انا، شفتو سلمى، عمركم ما شفتو خاوله؟ هاد المره غادي تشوفوها، غادي نديرو لها واحد البرانك صغير هو غادي نطالب انا وياك غنطالب اللي غنهضر انا دابا سكتي شويه غنطالب من فاتي وغنقول لها بلي عندي جيتي من صاحبتي ما تجيش شي ياك خصو يخدم تسمعنا نطالب من فاتي وغادي ندخلوها معنا، ما عرفتي داكشي كيفاش غادي يجي. دابا حنا غادي نضربو وغادي نقولو ليها، غنقولو ليها بحال دابا نضرب انا وياها، غنقول لها انتيا زعما كتجي من شي وحده فينا، فهمتو كيفاش؟ غادي نرجع لها، المهم غادي نعصبها، غادي نستفزها مزيان وشوفو خاولة وهي كتفاش كتعصب فاش جاي تستقبل معايا. المهم يا خاولة غتقاد هاد السيبورا كنت شايف ما كيبانش ماشي عندك دير هاد اللعيبه ماشي قادي ماشي ما كيبانش دابا مزيان صافي كيبان والو صافي كيبانش نبدا دابا دابا حنا غادي نصورو التشالنج حنا غادي نصورو التشالنج كحنا غادي نصورو التشالنج التشالنج غادي نقلبو كلشي سلام يا زعمي، مرحبا بكم معنا. اسكتي يا صاحبتي على الريك ديره
انا واحد جوج ثلاثة سقيم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. انتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نديروا واحد التشالنج ديال من تعرفوني اكثر، واش سما ولا فاتي ولا حاج. غنعطيك هذا اللي كتعرفني بزاف، غنعطيك هذا ما تاخذي دابا نشوفو. المهم غادي نبداو. كنت مقريه قبل ما تجي واش عارفك اكثر كيفاش المهم دابا غادي نبداو اول قرايه. بجوج الصراحه لا بني لوحدك كيفاش ندير مراكش شي دايره ندير تشالنج وانا والديا مراكش. بصح بغينا نديرو الخاطرك الساعه 6 ديال الليل. ناري انا عندي سؤال ثاني دابا عندكم بوان بوان ماشي مشكل. سؤال ثاني اللي كيقول شنو هي الاكله المفضله عندي. هذا صاحبي شي ما عرفتوش هذا صاحبي شفتك تاكلي كلشي كتبان عرفت شكون كتب هذا الشيء عزيز عليا بزاف. لا 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 غنبدا نكتب كل شيء. شنو شكون غادي تعرف؟ سالي مقالة بلاش بلا ما تعصبوني. صافي والله شي عصبتوني على انت لا هي كتبقاو تضربوا على شي حاجة تافهة. عطا شي غنفات لا ما بغيتش ندير الكاميرا وما كيبانش لي فات خفاح. كنت معرفش ناخذهم بجوج دابا تشوفي حكا كتحكر عليا. معتينا شوف انت بعدا الوقت ديالك كبستها شي بحال وجهها حتى انا نسير ما كيبانش لي في ورقه. ولا بلا با شوف شوف اسمعوا نعاودوا من الاول نعاودوا عرفت هاي عرفت خفاتي صافي اصلا مكتبي بهذا اصلا جا فيك هذا من الاول كتبيه. اصلا هادشي معجبنيش بقيت عندي انت عارفه ما يطلع لك واحد الدم حتى يبقى علينا. انا مابقاش عجبني هادشي مابقاش غادي ندير بحال شادين ما كنتش نوقف. شوفوا دابا الفيديو 7 دقائق دازت حنا ما كنديروا فيها والو باقي ما درنا فيها حتى شي حاجه وفيديو خدام. جيت عايز تبعي شوف شوف انا كنحبش كتعاود ولا شحال ما نقولش لك وما شكون سبت كتجيبي عليا سبت راهي دارت دابا السؤال الثالث دابا غنعاودو من الاول حدا. السؤال الاول كيقول كنضحكش معاك مالك حيت كنبخي عليا كنهضرني راسو كنقول لكم جيه مرايا هنا وكتقول لي هادشي. كملي كملي شنو هو شنو هو النهار ديال لانيفرسير ديالي؟ واش تقدر شي وحده تكون ناسيه ولا ما عارفاش كتبي انا وياك نفس الشهري ولكن اين النهار في الشهري؟ اكتوبر قريب وانا 20 تجيب لي كارت. شنو هو ديالي ما كنتش كنقول لك جيبي لي جيبك هادي مالها بصوحي كتدق عليك قولي لي مالها باش نوصل لها. لا لا ما فهمتش كون ما يقوم اليوم حيت قلت لك معايا قلت لك بصح معاك
شتي قلت لحني دابا انا راه كلاتي دابا حيت كنت كنلح على حيت لا راسك سمع تراشي بزاف والله غادي نضرب فاتي زكاي اه والله شعيق شي صاحب ديال الفيق مع شنو انا جبت دابا تلقى شي مشاكل جبت لي بجوجكم بسلت والله العظيم ما بقاش عندي كاع انا باش نصور هذا الفيديو انا جبت بلا ما نصور والله الا بنتي نتوما ما باغينش تصوروا اش كدير هادشي اللي بان ليا حيت ماما فاش كديروا هادشي وعارفه الوقت ما كنشوفوا الصح راه كنزربوا وانتوما كتبانوا لي ما باغينش تصوروا يعني كل يوم من الاخر ما بغيناش نصوروا خلينا نجلسوا نتاعها مع بعضها هي جالسه تقاد دير لي باغا الصوري يلاه عطاتينا الفتح قالت لك لا وانا ما بغيتش هذا بنت كتغوت بوحدها هي ما بغاش تصور تضيع الوقت واش انا على الفتح كوش على الفتح حيت كنت صغيره الفتح انت اللي ما بقيتيش كتجبدي لي دابا هادو شي حوايج حرام داير الفيتخ راه ماشي الفيتخ هادشي حرام كلش مابقيتش مصورة هادشي غير بعدا كتسحب ليها مع شناهو واحد جوج كلمات كتقول لك كلش ما صافي بلاش لا لا فهاد الكاميرا حيديها وكنت غنصور عقلوا على هادشي مزيان عقلوا بس لا تسلم حيت انا سلام بالخصوص والله تعيقتي اش انت بقيتي بنتك واش كدير تقولي لا تعيقتي انا شفتك اصاحبتي كديري شي حاجه حامضه انت كتبقى تزيدي فيهم انت كتبقى تزيدي فيهم حيت اش هي طلعتي فوق راسي تصرات كيفاش طلعت فوق راسي حيت اش تصرتي كيفاش حيت اش مرات ما درتش شوف شوفي ما بقيتش لحيت دابا ما كنضحكش معاك دابا والله ما بغيتيش تضربيني انا شوفي علاش كتقلب اخويا كنقول لها ما تقربيش ليا كتلوح الدار غادي نضرب نتوما مول فين دابا كتعرفي كيفاش علاش كتقلب انت كتضربها وهي كتضربك دابا ضربتها ما كنهضرش دابا ضربتها دابا كندوي معاها حيت انا عارفه راسي دابا معصبه كيفاش كيفاش دابا سالنا نهضر على بلاصتك شكرا معايا اختي واخا صافي مزيان واش انا كان اصلا ديك الجايه بغيت نمشي هادي اصلا بغاصب باش والله شي بغصب دابا ما بغيتيش تصور بصور يا مان قبيله كدير لنا ايام فيها ما يصور فيها ما يصور ما كنفكر نتصور ما تجيش انت دابا عارفه فاتي كتقرا واش دينا هاد النهار بزز والحاله يا اصلا كاتش تصور معانا دابا انا شي جلسك حيتاش انا مساليش انت بغيتي دابا انا خليت الدرس على قدو باش نجي نصور معاك انت هي جالسه كتشعل انا تبغي شي اللي عالم بيا مريضه وجاي كنصور انا مريضه ماشي جالسه مخليه انا والله شغال باش انا بعيد على هادشي انا كنخا كنخلي حاجه ضروريه باش نصور معاك التبرايش ديالك سلمى ما كيساليش سلمى انا دابا شنو فاش عليك كتقولي هاد الهضره باش نضربو حيت انتيا حيت انتي عارفاني انا شحال من حاجه مخليه على قبل النهار وانت جاي كتقولي باش تكلمي شي مصطفى واحد جوج كلمات كتبدي تقولي بغيت غادي نصور ما تصوريش ولكن ضيعتش انا وقتي صافي غير شوفي غادي نبدلو اصلا انت عارف ما غنصوروش باش ما نشوفش صافي خولا لا ما تزعليني شفتي علاش علاش غنزعلك واش عارفه انا شحال حاجه مخليه انا باش نصور معاك وحنا غنصور يا تصور وانا دابا داك من التعكير جا انا غادي نصور لا ما نصورش انا بان ما بقيتش تامر عليا بحال خدام عندك كيفاش بنادم واش ما غنصور كيفاش بنادم ما نايضاش ما غنصورش يلا لا لا عيطتي ولا تعيطي كيفاش باسلة تفضل ما ناضي ناضي الله يرحم لك الوالدين لما ناضي بلا ما تعصبي يعني ناضي علاش اصلا جينا اش كندير انا قلت لكم مابقيتش غادي نبان معاك دابا هي كتخليني نقرا كتخليني كتندم على وسام كتخليني ندم على هادشي كل مره فين ما تقنعتوني والحاله كتسلم كتخليني ندم حيت انا مخليه قرايتي وشحال من حاجه باش تجي انتيا تبدا تبرشي عليا بحال هكا كاع واحد كلمه جوج مابقيتش غادي نصور مابقيتش غنصور صافي شوفي واش بقيتش تصوري ما تخربيش لي انا شي حاجه ديالي انت حمد من شديتك اللي بغى يقرا كيقرا واش غيدير بيا الصبا يلا شوفي من البارح هي كتلف فيا صوري معايا سلمى انا دابا انا طلبت شي حاجه كيف شفتي شي حاجه دابا ما قلتي والو انت دابا ما قلتي والو بستلتو بجوج اختي انا بقيت غادي نصور بقيت غنصور معاك صافي عيقتي يا سلمى والله اش نصور شنو الحماده اللي تقول ديرها فهمت وير وديرها بساله بساله اريا الفتح غوز اريا الفتح خضر شكل حموضه شي خليت شي خطوط راه غنصورها غادي نصورها وهي غاتنا تصور حيت شنتي ما كتقوليش السيمانه كامله دي سبون شدك يلا سلمى نوض جيبوا لي الماء جيبوا لي الماء ودي شي داركم جيبوا لي الماء انا كنت جيت من بعد ما نزل الماء ما جايباش لا ها هو انا ما كنتش هكا اه صحتي كتغوتي وكتعاني في الخاطر هي جيبي لي الماء نوضي جيبي لي الماء كوزينه بغيتي الماء واش ديما انت ما تجيش تقولي لي اليوم جيبي لي الماما جايباش والباشا والباشا
بغيتي نضربك انت يديك تلعبوا بيا عندك واحد الصفقه كثر على رمضان راه ملي جيت دابا ما كنتيش وكنضحكش معاه الحوايج ماشي من الطبيعه ديالك القمر فين تما بعد مع
طبيعتها طلعتوا لي الدم. انا طلعت لي الدم. باش طلعت الدم درت لك حتى شي حاجه من خايبه؟ درت لي حتى حاجه؟ هي دابا شوفي هي كتناقش معاك وانت اصلا مدصره عليك كتضحك معاك كتضربك كمال فين كتناقش على شي حوايج باينين وكتزعل. دابا خرجتوا على ضحكوا في اللوك. انا كنضحكوا في اللوك عادي. هي اش باغا دير فاش تقلقات وما بقيتش باغا نصور وغادي نمشي بحالها انا كنهضر ما عديتش معاها. شنو انا اللي غادي نتقلق دابا وما بقاش باغا نصور هي مرهوشه عارفه مرهوشه وقلنا الدر عاد 18 عام قلنا تفكر شويه وهي مخها هكا مخها بحال هكا هي هكا انت ماشي هكا انت شي درتي اليوم ماشي هكا وانا وليت هكا. علاش وليتي هكا؟ علاش كامل ما بقينا غادي نشوفوا شي فيديو انا السوق باش الشباب ديالك وديالها مش شغلي فيه كيفاش نعرفوا في الشغل ديالك؟ انا نقول لكم هادشي كان ماشي شغلك نهار الاول. انا مش السوق انا فهادشي نهار الاول ماشي شغلي صافي. انا بقاتك صوري شويه ماشي سوقي فيكم انا يلا شوفي بنادم وليتي كدير معايا مزيان يمكن جبتها بصراحه. راسي دوري وحق ما كنعرفش معايا كمان سليمه جميله صافي فاتش في غير شي دابا فين قول مش انا وياك انت غتمشي ما غتمشيش ما غتمشيش خليني معاه بوحدي قلت لي ما كنضحكش معاه وانا ما كنضحكش معاك شنو هاد البرانك؟ انا كذا ما تحصلش هذاك اللي بغينا هذا برانك وغاديش نلوحو وغا غادي تلوح حنا بزاف. شوفي كدير لنا برانكات وحنا دابا رجعنا الانتقام ديال حنا كنطيح حنا. انا فرحانه خاورا صديقتي ديك القتله اللي عطيتيني ما نسواش لك يا زعما صافي راه برانك ما تبقايش عاصي مني غنضربك يا هاد الريه. برانك هو برانك ضحكي انت الكاميرا وطلب مني السماحه حيت سلختيني راسي كضرني انت حي على دست حيت داك الشيء اللي شري. انا كنبغيكم صحباتي وما تقلقوش مني صافي. كان هذا هو البرانك ديالنا وما تنساوش تابوناو وديروا جيم وديروا كومونتير زوين الا بغيتوا يبقى شكون تقول يا فات انت تبقاي تخرجي فينا عندك باش نطوروا الكاميرا ونتفاهموا. انت قلبك الكاميرا علاش قلبك الكاميرا؟ لا لا يا قولي انت يا شنو بغيتي تقولي؟ صافي كنتو البرانك ديالنا و الى عجبكم خلي لي كومونتير زوين و ميرسي على اللي بغيتي صاحبي سمحي لي انا راه كنبغيك و كتبغيش نعصبك و كنتي سمحي لي لا سمحتي انتوما بصوني بلا سمحي لي انا سمحي لنا حيت عصبنا قول سمحي عندك الشيء اللي عطيتيني معصبة شوكي كتولي كتعقلش عليه. يلا باي 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 باي.